برضو ما بتراعوش نفسيتنا احنا كمنتقبة وكزوج منتقبة وطفل منتقبة. انا لما بشوف زوجتي في يوم من الايام تقلع النقاب، ليه ما بتحسوش بيا ان انا كأن يعني وشها لما يظهر لاي انسان كأن جسدها كله ظهر؟ ما انا برضو لازم تراعي نفسيتي انا كمان عندي دي كده وتراعي يعني نفسيتي وشها اذا ظهر كأن جسدها ظهر. احنا متربيين كده على دين كده، احنا كملتزمين كمجتمع ملتزم والباقي مش ملتزم يعني. شوف انت بتقول احنا كملتزمين، انا لا انا بتكلم على احنا يعني بالنقاب وكأن احنا كائنات الرذيله وانتم كائنات الفضيله. انا ما بنفيش كده، انا ما بنفيش، انا مش معنى ان انا قلت كده يبقى بنفع الاخر كده، لا. احنا انا بتكلم على المراه المنتقبه، الراجل الملتحي اللي متجوز المراه المنتقبه، هو لو شاف ان انت في يوم من الايام نزعت منها الحته القماشه دي كان نزعت شيء من على جسدها، هو شايف كده وهي شايفه كده، فالمفروض برضو تبص لنفسيتها. دي نقطه. النقطه الثانيه مساله العدد كعدد في مجتمع مصري، انت ليه بتخليني دايما عايز اكره وطني لما انت انا فئه في المجتمع، انا حاله موجوده في المجتمع ايا كان صح او خطا، ولكن الحالة دي شايفة شيء معين انت عايز تنزعه مني، فكأنك بتقول لي اكره البلد اللي انت فيها وشوف لك بلد تانية ترضى بيه. مش جايز حاجة المجتمع، المجتمع يحتاج انا حاجة مجتمع. انا اقول لك ايه هي حاجة المجتمع، القوانين تولد من حاجة المجتمع. جميل يعني. ايه هي حاجة المجتمع؟ استاذ سمير، استاذة فريدة، معاهم اتنين عملوا حملة تمنع النقاب. لا، في قطاع كبير من المواطنين. مفيش قطاع، احنا مش شايفين القطاع ده، احنا ما بنشوفش القطاع ده اللي هو قاعد على الكراسي هنا بس او في برنامج تاني، لكن القطاع ده مش موجود اصلا على الارض. طيب انت شايفه ده عنصرية باتجاه فئة ضدنا وبتخلينا نكره المجتمع بعد كده؟ انا لما اشوف زوجتي اللي هي طول عمرها منتقبة انها تقلع عشان تمشي بوشها، ده انا حقره مليون مصري مش مصر بس. طب ما هو الاستاذ يا استاذ انا بقول لك ده بيهدد الامن وسلامه، هو مش مخابرات حربيه وهو ده اللي بيقسم المجتمع ولا تبع الامن القومي اصلا. هم اتنين واتنين بره استاذه شيماء، و10 بره يبقى 15 واحد. استاذه شيماء من كندا، استاذه شيماء اتفضلي بسرعه. السلام عليكم ورحمه الله. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اتفضلي. وعايشه في كندا من 9 سنين ولابسه النقاب بفضل الله تعالى، وعمري ما قلعت النقاب. انا عايزه بس اقول كلمه صغيره قوي، لما كندا كانت بتناقش منع النقاب في كندا، الكنديين وقفوا وقالوا لا، قالوا لا عشان دي حريه شخصيه. فانا بتمتع بكامل حريتي الشخصيه في كندا وانا لابسه نقابي، فخوره بيه، اصحابي الكنديين كلهم بيحبوا. بس كمان في 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 كندا حسب ما اتابع بلاقي في دعوات ايضا تاخذ موقفا من النقاب، يعني من البعض، يعني من بعض القوى يعني. طبعا هو وانه ده يهدد هويه المجتمع هناك وان ده في اسباب امنيه. كل حاجه ليها المؤيد وليها المعارض، بس الغالبيه العظمى في كندا ان هم بيؤيدوا الحريه الشخصيه، بيؤيدوا حريه التعبير عن الراي، حريه ممارسه الدين. بشكر استاذ سمير. كلام الاستاذ وليد هنا، انتم بتمارسوا العنصريه على فئة كبيرة في المجتمع، عايز تقلعها النقاب ليه؟ والأستاذ وليد بيقول لحضرتك كمية المنقبات لا يزيد عن 3 مليون، فإحنا ليه عايزين نجرح مشاعركم؟ بأزواجهم دي واحدة يا فندم، وبأطفالهم. 3 مليون بأزواجهم وأطفالهم؟ لا، 3 مليون غير أزواجهم وأطفالهم. ماشي، يعني وصلنا نقول 5 مليون مثلا، وأنتوا قرفتونا وإحنا 85 مليون اللي باقيين من ال 95. اتكلم عن نفسك، تراعوا مشاعرنا وأنت بتتكلم عن نفسك. ما هو بيتكلم عن نفسك. أما بتتكلم عن نفسي هو بيتكلم يا فندم. ثانية، أنت بتتكلم دي واحدة يا فندم، دي واحدة. إحنا قلنا يا فندم أنت بتقاطعني ليه؟ إحنا قلنا بلاش. أنت بتقول إن احنا دلوقتي بقينا نعتدي على مشاعركم، انتوا 3 مليون على حد قولك، انتوا اعتديتوا على مشاعر الباقيين اللي بيوصل عددهم بعد ما نشيل دول ل 85 مليون. والله لا تخصم، ما تقسمش، انتوا بتقسموا كذب، انتوا بتحلفوا كذب، انتوا بتحلفوا كذب. ايه التعميم؟ نمره 2، نمره 2، تعليق اخير. دي واحده، دي واحده. احنا اتفقنا يا جماعه. طب مش احنا اتفقنا؟ لا يا حضرتك، ما انت اتفضلت. القضاء صمتا، بس صمتا. القضاء انت بتستند ليه؟ بساند لحكم القضاء عندما أيد قرار الدكتور جابر نصار بمنع المحجبات بدخول المنقبات متأسف في جامعة القاهرة، وأيده في ذلك حكم المحكمة الإدارية العليا. دي أحكام. احنا بنتكلم عن 85 مليون، ده أحكام. نمرة 2، نمرة 2، ربنا نفسه
رفض وجودهم في الحجة أو في العمرة وهم واقفين قدامه منقبات زي العفاريت كده. قال لهم لازم تخش كده كشف وشك وانت طيب بتصلي لازم تكشفي وشك. انا خلص أنا الامن محتاج بديع بديع بتاعكم مرشد الاخوان دخل في زي امرأة عشان يخلص ادي النخوة وادي الرجولة ما بيخلص بيستند لحاجة المجتمع زي مجامعة القاهرة وجدت انه حاجة المجتمع كل ما يستند عليه الاستاذ المحامي القدير حجج واهية جدا امنيا قلنا اجتماعية امنيا قلت مش عايز اجتماعية عايز نفس الكلام لكن في حاجة بقى حضراتكم اصلا كلكم غايبة عنها احنا دلوقتي في دولة لا تجبر ان البنت تلبس نقاب ولا ان هي تقلعه بالعكس ده اللي بتقلعه بيحتفلوا بيها لكن بالرغم ده عدد المنتقبات بيزيد معنى كده ان في رغبة داخل الفتيات والبنات برغم صغر سنهم او كبر سنهم ان هم ينتقبوا دي رغبتهم انتوا بتحاربوها بتاع ايه عشان دي احصائيه انت اللي عاملاها ثانيه واحده مفيش بالضبط. الكلام ده إيه امشي حضرتك في الشارع وشوف احصائيتك ممثله حاله شيحه ممثله صنقابه ده واقع ده واقع ممثله وفي ناس دلوقتي ده بيدل لا 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 عشان ده بيدل لا ثانيه واحده طيب. ده بيدل ان وجودنا يعني وجودنا ككيان موجود في كل القطاعات مهما كانت هي ايه فلا يحق لاحد انا بستخدم وجودنا واحنا كانه زي ما هو بيقول قرفتونا احنا ما كلمناش بطريقتنا طيب. انا ما اتكلمش بطريقته مع ان هو الواحد المفروض بيلتزم بتعليم دينه في الكلام وفي الملبس وفي كل شيء تعليم الدين ما فيهاش الكلام ده من استاذ سمير وهو بيتكلم معانا يتكلم بطريقه تليق بيه هو كمحامي كلمه كلامك ما تعلميش مش هتعلميني انت اتكلم طيب. ازاي استاذه فريد كلامي فريد لو سمحت سمير خلاص هي انت قلت هو ساخه وقلت قرف وقلت زباله ما قلناش كلمه وساخه محدش قال التعبير ما بنقولش الكلام ده انت اللي بتقول استاذه فريد خلينا بس وجهي كلام خلينا في تعليقات اخيره انا عايز هنفضل نناقش هذه القضيه بس ليه المجتمع محتاجها في الفتره الاخيره تحديدا لانه في جرائم لأن في جرائم بترتكب وفي يعني أفعال فاضحة ومشينة بترتكب زي اللي بتحصل في شارع الهرم مثلا كده خلي سكتوا يا ولد يا أستاذ وليد بس ما أنا عايز بعض ما يحدث زي اللي بتحصل في شارع الهرم كده مثلا طيب لو سمحت خلينا نكمل المواقع الإباحية كده مش هينفع لو سمحت استمر لو سمحت اتفضلوا لو سمحت يا أستاذ وليد لو سمحت مش هخليك تتكلم لو سمحت عندك أنت مش خليك تتكلم استاذه فريده انا قدامي نص دقيقه خليه اسكت طب خلاص يبقى انا من حقي بقى انت دلوقتي بتعتدي على حقي انت وهو يا وائل انا عايز اقول حاجه عايز اقول ان المراه المصريه عيب انها تحس بالدونيه انها لازم تستخبى مين اللي قال لو سمحت مش من حقك خلاص يا استاذ وليد لو سمحت وانا مش من حقك وانا رايي ان الراجل اللي لما يشوف امراه ما يقدرش يمسك نفسه يبقى زيه زي الكلب اللي ماشي في الشارع انا رايي كده انا حره انا رايي ان المراه انسان طبعا بتحاول لزي بشري وربنا بالظبط كده انما عيب ان انا اقول ان الرجل المسلم ده انا بقرا الجرايد اللي بره يعني بيتكلموا على المسلمين على انهم كده فعلا زي اللي قالت لك مش عارف ايه مع البهيمه حاجه غير معقوله في نص فوق للانسان تخاطب العقل يعني في الابداع في الابتكار في الفن طيب. في كل حاجه جميله بشكركم جميعا وبعد الفاصل طبعا يا جماعه احنا بنناقش حاجه المجتمع هل من اهتمامات مجلس النواب وبعض المثقفين والمحامين انه المجتمع يحتاج لحظر النقاب لاسباب امنيه ومجتمعيه واجتماعيه ونفسيه ده صح ولا لا احنا ناقشنا كل هذه الجوانب بعد الفاصل المهندس عبد الحكيم عبد الناصر ابن الزعيم الرحيم.